ومعنا مشاهدينا الكرام لمناقشة آخر تطورات الأزمة في اليمن الباحث السياسي اليمني نبيل بكيري. مرحبا بك سيد نبيل. بالتزامن إذن مع هذه الندوة اليوم، كيف تصف هذا الجمود في المشهد السياسي اليمني؟ إلى أي سبب ترجعه؟ لا شك أن حالة الجمود السياسي التي تعيشها الحالة اليمنية هي راجعة لدرجة رئيسية إلى أجندات التحالف العربي وعدم وضوح هذه الأجندات، فضلا عن فشل الشرعية صح التعبير في مواكبة الانتصارات التي حصلت وعدم جني ثمار هذه الانتصارات التي تحققت طوال سنتين أو ثلاث سنوات من الحرب. كل هذا أدى إلى هذا الجمود الذي نراه اليوم في المشهد السياسي اليمني والمشهد العسكري والأمني. نعم، ولكن رفض ميليشيا الحوثي للحل السياسي، ما تأثير ذلك وماذا يعني؟ لا شك مسألة رفض الحلول السياسية من قبل الجماعة الحوثي هذا شيء متوقع ووارد في إطار الأجندات الفكرية والثقافية والعقائدية والمذهبية التي تحملها هذه الجماعة. هذه الجماعة تحمل نظرية شوفينية عنصرية تتمثل بنظرية الحق الإلهي للحوثي، تقف عائقا أمام أي حلول للسلام، ومن يفترض أنه سيكون هناك حل سياسي في اليمن هذا لا يعرف حقيقة هذه الجماعة ولا يعيش في واقع الأمر على أرض الواقع بالنظر إلى هذه الأفكار المسبقة لدى هذه الجماعة التي ترى أن الله انتدبها لحكم اليمنيين. ما تأثير الدعم الإيراني لميليشيا الحوثي وما يعني على الأزمة عموما في اليمن، وكيف السبيل لردع هذا التدخل الإيراني؟ التدخل الإيراني حاضر في المشهد اليمني منذ وقت مبكر، وهو جزء من الاستراتيجية الإيرانية في تمدد السيطرة على المنطقة العربية ابتداء بالعراق، في سوريا، في لبنان، في اليمن. الدعم الإيراني قوي ومستمر، ويستغل ويشتغل هذا الدعم أو هذا التمدد في إطار الفراغ لعدم وجود مشروع عربي مقابل. المشروع العربي ذهب بعيدا في صراعاته البينية ولم يرتقي إلى مصاف أن يكون مشروعا مكافئا للمشروع الإيراني، برغم أن حجم الإمكانيات العربية ربما تفوق ما لدى إيران أضعاف المرات، لكن للأسف ليس هناك مشروع عربي ينضم هذه القوى لمواجهة هذا المشروع الفارسي الاستيطاني في المنطقة العربية. في الحديدة مثلا، لماذا أخفقت هذه المفاوضات؟ بل قد رفضت ميليشيا الحوثي حتى الإشراف الأممي على الميناء. بطبيعة الحال كما قلت سابقا أن هذه الجماعة لا يمكن لها أن تستسلم لأي حلول سياسية مهما كانت هذه الحلول في صالحها، لأنها تؤمن إيمانا راسخا أنها في مرحلة جهاد وتمكين مشروعها الطائفي، مشروع الإمامة الذي تعمل من أجله، وبالتالي لا يمكن لهذه الجماعة أن تفكر بأي خيارات سياسية الآن. هي تسعى لأن تنتصر وتقدم هذا المعارك وهذا هذه التضحيات التي تراها هي في سبيل اكمال هذا المشروع، ولا يمكن ان يكون هذا المشروع او يتحقق من خلال الاطر السياسيه والانتقال السياسي. مع الجانب السياسي الجانب الانساني ايضا مهم، يعني الامم المتحده اعلنت ان 14 مليون شخص سيواجهون الموت اذا استمر الوضع على ما هو عليه، ما الحلول الناجعه اذا لاغاثه هؤلاء؟ للأسف نقولها أن الأمم المتحدة وكل منظماتها وكل منظمات الإنسانية في اليمن هي جزء من الإشكالية وليست جزء من الحل، بالنظر إلى أنها تورطت كثيرا في المشهد اليمني وتحولت إلى مجرد داعم لجماعة الحوثي من خلال إيصال المساعدات الإنسانية لمناطق الانقلاب والاكتفاء بذلك وعدم تواجدها في المناطق المحررة. فضلا عن ذلك، تحويل جزء كبير من هذه المساعدات الى مجهود حربي لجماعه الحوثي، وبالتالي الامم المتحده ايضا الجانب الخطير في الامر انها لا زالت في مرحله التوصيف للازمه ونقل المعاناه التي تمت في اليمن على ان تعمل على حلول هذه المعاناه. نعم، شكرا جزيلا لك اذا من اسطنبول الباحث السياسي اليمني السيد نبيل بكيري.